السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم في قناة إنجليزي ببساطة مع ميس نسرين. النهاردة إن شاء الله هنكمل شرح وحل وحدتنا الأخيرة يونت 6 الوحدة السادسة درس 3 و4 و5، وكمان هنحل اختبار مراجعة على يونت 4 5 and 6 الوحدات 4 و5 و6 من كتاب بيت باي بيت ترم أول 2024. Let's get started. هنبدأ من page 221 صفحة 221 lesson 3 الدرس الثالث fresh fish van شاحنة سمك طازج، ودي القصة بتاعتنا في الجزء دوت. كمان في pronunciation صوتيات أو نوت وماس رياضيات. هنا عندنا a short story قصة قصيرة، نقرأ مع بعض الفوكابيولاري المفردات بتاعت شاحنة سمك طازج. شاحنة سمك طازج fresh fish van fresh fish van fresh fish van صياد fisherman 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 get grandpa 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 قرية village 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 حزين sad 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 محبط disappointed 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 محبط disappointed 10 10 10 10 محرك engine 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 شاحنة van 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 سمك fish 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 الشمس the sun the sun the sun. قلبنا صفحة 222 other words كلمات أخرى أمام in front of in front of in front of رأي opinion 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 مشكلة problem 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 conjugation of verbs تصريف الأفعال. عندنا regular verbs أفعال منتظمة و irregular verbs أفعال غير منتظمة present مضارع و past ماضي. يصيح shout صاح shouted shout shouted يقرأ سريعا أو يتصفح skim skimmed skim skimmed يحصل على get got get got يسمع hear heard hear heard يستمتع بوقته have fun had fun have fun had fun. بعد كده عندنا الستوري القصة بتاعتنا النهاردة fresh fish van شاحنة سمك طازج. There is an old fisherman كان في صياد سمك عجوز in my village في قريتي. He drives around the village in an old van كان بيركب الشاحنة بتاعته القديمة ويلف بيها في حول القرية عشان يبيع السمك يعني. He likes his job هو كان بيحب وظيفته. He has fun كان بيمرح بالطريقة دي. He shouts ويقعد ينادي fish fresh fish السمك السمك الطازج. Come and get your lovely fresh fish. تعالى وخد مني السمك الطازج الجميل بتاعك. One day في يوم من الأيام he was in front of my house. في يوم من الأيام كان إيه قدام بيتنا. He couldn't start his van. ما قدرش يشغل الشاحنة بتاعته. تعطلت. He was sad. كان حزين and disappointed ومحبط. My mom saw the man. ماما شافت الرجل. العجوز دوت it was hot الجو كان حر in the sun في الشمس. She wanted to help كانت عايزة تساعده. Mom's dad بابا مامتي اللي هو my grandpa جدي was a mechanic كان ميكانيكي. He taught her علم مامتي all about cars كل حاجة عن السيارات. She looked at the old van's engine هي بقى راح بصة كده على الموتور أو المحرك بتاع السيارة الشاحنة القديمة دي وهي قالت ايه it is a very simple problem دي مشكلة بسيطة جدا I can fix it استطيع اصلاحها. said mom ماما اللي قالت الكلام ده. the old fisherman صياد السمك العجوز was surprised كان مندهش. then بعد ذلك we heard the sound of the engine يعني بعد كده سمعنا صوت الايه المحرك بيشتغل الموتور يشتغل بتاع السيارة يعني. his van was fixed تم تصليح شاحنته. Thank you شكرا لك. The fisherman said قال كده صيد السمك لمامة الولد اللي بيحكي القصة قال لها thank you شكرا لك. He gave mom
10 fresh fish وأعطى أمي 10 سمكات طازجة. الصفحة اللي قدامها 223. How much do you remember؟ كم مقدار ما تتذكره؟ تعالوا نشوف. What does the old man sell؟ الرجل العجوز ده كان بيبيع إيه؟ He sells كان بيبيع طبعا سمك طازج fresh fish. Why was the old man ليه الرجل العجوز sad كان حزين and disappointed ومحبط؟ Because he couldn't عشان هو ما قدرش يشغل السيارة بتاعته. Because he couldn't start his van. بسبب ان هو لم يستطع ان هو يشغل الشاحنة بتاعته. Why do you think ليه بتعتقد the old man ان الرجل العجوز was surprised كان مندهش؟ Because ايه عشان ايه؟ عشان الأم صلحت السيارة. هيقول because mom fixed the van. Because mom fixed the van عشان الأم صلحت الشاحنة. Match and write صل واكتب. هنا عندي fish سمكة sun الشمس 10 وفان شاحنة. sun شمس 10 رقم 10 fish سمكة van شاحنة. نوصل بقى الكلمات ادي زي ما هو قايل لي ماتش. نوصل fish sun 10 van. read the story again اقرأ القصة ثانية and answer واجب. what is hot ايه اللي كان حر؟ طبعا the sun الشمس. What does the old man drive؟ كان بيقود الرجل العجوز؟ A van شاحنة. What does the old man sell؟ كان بيبيع كان بيبيع fish سمك أو fresh fish. How many fish؟ كم عدد السمكات؟ Does the old man الرجل العجوز give mom اداها الماما اداها 10 fresh fish 10 سمكات طازجة. تن فريش فيش. بعد كده في بيج 224 صفحة 224 في برونانسيشن صوتيات أو نوت هنتعرف على الأصوات المتحركة القصيرة. تمام كده؟ يعني زي إيه؟ زي حرف الآي، حرف الإي، حرف الأي، حرف اليو، بس هنا وهم صوتهم شورت قصير. طب تعالوا نشوف. أول حاجة شورت آي إيه؟ سمكة فيش فيش فيش. بعد كده شورت اي اح اح 10 10 10 10 شاحنه. الشورت اي اللي هو فان فان فان. والشورت يو اللي هو الشمس سن سن سن. فيش 10 فان سن. conjugation of verbs تصريف الافعال regular verbs افعال منتظمه. لا يوافق disagree disagree disagree. لم يوافق disagreed disagreed disagreed. يختفي disappear disappear disappear. اختفى disappeared disappeared disappeared. يحبط disappoint disappoint disappoint. أحبط disappointed disappointed disappointed. لا يحب dislike dislike dislike. لم يحب disliked disliked disliked. لا يطيع disobey disobey disobey. لم يطع disobeyed disobeyed disobeyed. find more words in the text with the same sound اوجد كلمات اخرى في النص بنفس الساوند بنفس الصوت. طبعا عندنا هنا sun bus ممكن اقول cat cup. طب هنا van شاحنة. man ممكن نقول hat sad. هنا fish fin kick sin tin bin. ممكن نقول men hen وهكذا بيدوا نفس الساوند. طب هنا بيقولك كمل الجمل اللي تحت الصور باستخدام disagree لا يوافق disappeared اختفى disappointed أحبط أو محبط
dislikes لا يحب و disobeyed لم يطع لم يطيع. طب the boy is a الولد ماله he didn't pass the test the test هو الولد ما نجحش في الاختبار يبقى هو حاسس بايه شعر ان هو محبط he is disappointed طيب بعد كده عندنا she a ice cream هي يعني بصل الايس كريم كده مش بتحبه يبقى she dislikes هي لا تحب الايس كريم طيب بعد كده this friends الاصدقاء دول من هم يعني مش متفقين مع بعض disagree لا يتفقون disagree طيب بعد كده البنت ديت مالها بتقول I am sorry أنا آسفة because I am my mom عشان أنا لم أطع أمي يبقى إيه disobeyed يعني لم تطيع طيب the rabbit الأرنب from the hat الأرنب اختفى من القبعة واختفى يعني disappeared disappeared يعني اختفى بعد كده عندنا درس الماس درس الرياضيات بتاعنا النهاردة عن البرايم نمبرز الأعداد الأولية والعدد الأولي اللي هو بيقبل الاسم على نفسه وعلى واحد فقط وعلى رقم واحد فقط ندرس في هذا الدرس العدد الأولي وهو العدد الذي يقبل القسم على نفسه وعلى الواحد مثل زي أعداد إيه 2 3 5 7 11 وهكذا هنا بيقولك العدد 4 العدد 4 ليس عدد أولي لأنه يقبل القسمة على نفسه وعلى الواحد وعلى رقم 2 لكن العدد الأولي بيقبل القسمة على واحد بس وعلى نفسه العدد 9 العدد رقم 9 غير أولي برضو لأنه يقبل القسمة على نفسه وعلى الواحد وعلى الثلاث طب لاحظ الأعداد الأولية من 1 لإيه لمية زي الأعداد الأولية 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 32 43 47 53 52 63 57 71 73 79 83 89 97 قلبنا الصفحة page 226 صفحة 226 look and read انظر واقرأ هنا 1 times 2 equals 2 يعني 1 في 2 بتساوي 2 1 times يعني في 2 equals 2 ممكن علامة الضرب دي اقول times وممكن اقول multiplied by مضروبة فيه 1 في 2 ب 2 طيب هنا بقى عندنا 3 هم 1 times 3 equals 3 1 في 3 ب 3 circle the prime numbers يعني ضع دائرة حول الرقم الأولي طب تعالوا نشوف كده عندنا هنا 3 رقم أولي و 89 رقم أولي 43 رقم أولي يقبل القسمة على نفسه وعلى رقم واحد فقط 5 رقم أولي 37 رقم أولي 13 رقم أولي Number 3 add these numbers يعني يقولك اجمع الارقام دي if the answer لو الاجابة is a prime number رقم اولي write it in red اكتبه باللون الاحمر طب هنا 6 plus 7 7 زائد 6 هتساوي كام؟ هتساوي 13 ده رقم اولي فكتبناه باللون الاحمر طيب هنا 37 37 plus زائد 20 20 equals بتساوي كام؟ بتساوي 57 ده رقم مش اولي نكتبه بالازرق 57 طيب 70 بلس 9 70 زائد 90 هيساوي 79 79 ده رقم اولي نكتبه بالاحمر 79 طيب بعد كده عندنا 40 بلس 4 4 زائد 40 40 زائد 4 هيساوي كام هيساوي 44 وده رقم مش اولي يبقى نكتب 44 بالازرق الرقم الاولي كتبنا الناتج بتاعه بالاحمر اما الرقم اللي مش اولي كتبناه بالازرق طب هنا circle the smallest prime numbers ضع دائره حول اصغر عدد اولي اصغر عدد اولي هو 2 is number 1 هل رقم 1 a prime number or not رقم 1 رقم اولي ولا لا not لا
طبعا الشمس هنا بتصبح عليكم اهي لسه بتشرق وتقول لكم جود مورنينج، صباح الخير. في بيج 227 صفحه 227 في اكتيفيتيز، في انشطه وتدريبات. شوز ذا كوريكت انسر، اختار الاجابه الصحيحه. ذا مام، الام كود ايه زي اولد فانز انجن، يعني الام استطاعت انها تصلح الموتور بتاع الشاحنه القديمه. طب يصلح يعني بلاي، يلعب، تيتش يدرس، شاوت يصيح، وفيكس يصلح. ذا بوي، الولد از ايه هي ديدنت باس ذا تيست، هو ما نجحش في الامتحانات، فهو ديسلايكد يعني لم يحب، ديسوبيد لم يطيع، ديسابوينتد يعني محبط، ديسابيرد اختفى. طبعا ما دام ما نجحش في الامتحان يبقى هو كان ديسابوينتد محبط، شاعر بالاحباط. وي ذا ساوند اوف ذا انجن، احنا سمعنا صوت المحرك، يعني طبعا هنقول ايه هيرد، سمعنا. هي از ابو باد بوي، هو ولد سيء. هي ايه هيز مام، هو لم يطع اي امه، يبقى ايه disobeyed. هنا بيت دفع مال، لفظ احبة، disappeared اختفى. read and match، اقرا وصل. ذا fisherman يعني صياد السمك، سيلز بيبيع ايه، بيبيع فيش سمك around the village، حول القريه. نمبر 1 هنوصلها بدي. نمبر 2 ذا rabbit، الارنب، disappeared from the hat، اختفى من القبعه. نمبر 2 بيبي. The fisherman، صياد السمك، جاب أعطى مام 10 fresh fish، أعطى ماما 10 سمكات طازجة، يبقى number 3 بإي. She dislikes يعني هي مش بتحب ice cream، الآيس كريم. number 4 هنوصلها بسي. بعد كده بيقول لك read the text، اقرأ النص، and answer the questions، ثم أجب عن الأسئلة. There is an old fisherman، كان في صياد سمك عجوز، in my village، في قريتي. هي هو هو دي عايدة على صياد السمك العجوز. He drives around the village، كان بيقود السيارة حول الايه، حول القرية. In an old van، كان بيلف القرية وهو قائد سيارة او شاحنة قديمة. The fisherman sells fresh fish، كان بيبيع سمك طازج every day، كل يوم. One day، في يوم من الايام، he was in front of an old woman's house، كان قدام بيت سيدة عجوز. The van's engine، المحرك أو الموتور بتاع الشاحنة stopped، توقف working عن العمل. So لذلك the man couldn't start his van، عشان كده الرجل لم يستطع تشغيل سيارته. He was sad، كان حزين، and disappointed، ومحبط. The woman wanted to help، السيدة كانت عايزة تساعد. She could fix the engine because her father was a mechanic، هي استطاعت انها تصلح المحرك او الموتور عشان باباها كان ميكانيكي. and taught her، وعلمها all about cars، كل شيء عن السيارات. the man was surprised، الراجل كان متفاجئ. he thanked the woman، شكر المرأة او السيدة. and gave her 10 fresh fish، واعطاها 10 سمكات طازجة. قلبنا الصفحة 228 the main idea، الفكرة الرئيسية of the passage، الفقرة is about a ايه، عن ايه، عن صياد سمك fisherman. هنا بيقول لك teacher، الفقرة كانت عن مدرس ولا farmer فلاح ولا guide مرشد، لا دي كانت عن fisherman صياد سمك. the woman could fix، المرأة استطاعت. the events، استطاعت انها تصلح ايه في الشاحنة، الويل الكاوتش، الانجن الموتور، السيت المقعد، اللايت الاضاءة بتاعت العربية، لا استطاعت انها تصلح الانجن المحرك او الموتور. Why was the man disappointed، هو الرجل كان محبط ليه، عشان السيارة بتاعته ما كانتش راضية تشتغل. يبقى مدام why، لماذا، نقول because، بسبب، وطبعا نقدر نطلعها من القطعة because he couldn't start his van، ما قدرش يشغل الايه، الشاحنه بتاعته. طب what did the man give the woman، الرجل اعطى للمراه ايه، 10 fresh fish، 10 سمكات طازجه. 10 fresh fish، 10 fresh fish. number 4 reorder the words، يعني رتب الكلمات، to make correct sentences، عشان تكون جمل صحيحه. Is the disappointed boy، يعني الولد محبط، يبقى نقول the boy is disappointed، الولد محبط.
didn't he ذا تيست بس لا هو لم ينجح في الاختبار ما نجحش في الاختبار يبقى نقول he didn't بس ذا تيست give he mom fresh 10 fish هو أعطى الأم 10 سمكات طازجة he give mom give mom 10 fresh fish old the fisherman surprised was يعني صياد السمك العجوز كان مندهشا the old fisherman was can surprising surprised the old fisherman was surprised يعني صياد السمك العجوز كان مندهشا كان متفاجئ add and circle the prime numbers اجمع وضع دائره حول العدد اذا كان اولي طب نجمع الاول بعدين نشوف اولي ولا مش اولي هنا عندي 13 هو جمعه وخلاص وقال ان هو اولي 6 بلس 7 6 زائد 7 13 13 خلاص تمام حط عليه دايره طب احنا هنجمع الاول بعدين نحط الدوائر اوكي طيب 37 بلس 20 37 زائد 20 ايكوالز بتساوي ايه 57 طب هنا 70 بلس 9 70 زائد 90 از بيكونوا كام او ايكوالز ايه 79 ماشي 40 بلس 4 يعني 40 زائد 40 equals بتساوي 44 10 plus 7 is يعني 10 و7 بيساوي كام 17 17 23 plus 20 23 زائد 20 equals بيساوي 43 32 plus 28 equals يعني 32 و 28 يعني كده ايه 60 60 29 بلس 50 ايكوالز 50 و 29 يعني كده 79 يعني 79 طب تعالوا نحط دايره بقى حوالين العدد الاولي الذي يقبل القسمه على نفسه على رقم واحد فقط طيب 13 حط عليها دايره ايه كمان 79 17 43 و 79 دي اعداد اوليه بعد كده عندنا lessons 4 and 5 الدرسين الرابع والخامس بيج 229 صفحه 229 رايتنج كتابه بروجكت مشروع نقرا الفوكابيولري المفردات بسرعه او سريع quick 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 صبور patient 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 تمام patient صبور جاهز ready 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 طالب student 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 مهذب polite 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 شعر hair 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 نصيحة advice 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 مدرسة أو مدرس teacher 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 العالم world 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 مختلف different 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 عمل شاق hard work hard work hard work حياة life 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 يظهر الاحترام show respect show respect show respect مفضل favorite 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 rough shelf 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 أسئلة مفاجئة surprising questions surprising questions surprising questions surprising questions conjugation of verbs تصريف الأفعال يغير change change it change change it يشجع encourage 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 يحترم respect respected respect respected يسأل ask asked ask asked يجيب answer answered answer
answered يفكر think thought think thought dual h silent يعلم teach taught teach taught ينزل من get off got off get off got off. بعد كده عندنا في بيج 230 صفحة 230 هنا عندنا تيب سكريبت نص استماع عن أريد أن أصبح معلما أنا عايز أبقى مدرس. طيب when people ask me لما الناس بتسألني what do you want to do عايز تشتغل إيه I answer أنا بجاوب I want to be a teacher أريد أن أصبح مدرسا أو معلما. For me بالنسبة لي it's the best job دي أفضل وظيفة in the world في العالم. For a teacher كمعلم يعني every day is different كل يوم بيبقى مختلف. Students الطلاب always they aim and ask بيسألوا surprising questions أسئلة مفاجئة. A teacher can change their students' lives المدرس ممكن يغير حياة الطلاب. So لذلك teachers المدرسين need to be very patient محتاجين يكونوا صبورين جدا. They work for many hours يعني المدرسين بيشتغلوا ساعات طويلة every day كل يوم. It's hard work إنه عمل شاق but it's exciting لكن مثير. Teachers المدرسين need to think quickly محتاجين يفكروا بسرعة. They need to encourage their students محتاجين هم يشجعوا الطلاب بتوعهم. A good teacher المدرس الجيد is always the eminent ready to learn دايما جاهز للتعلم. Teachers المدرسين teach their students بيدرسوا للطلاب بتوعهم but students لكن الطلاب also أيضا teach their teachers بيعلموا المدرسين يعني زي ما احنا أولاد بنعلمكم احنا بنتعلم بردك منكم. الإنسان طول عمره طول ما هو عايش بيتعلم. Everyone كل واحد in the class في الفصل knows بيعرف different things أشياء مختلفة. بعد كده في بيج 231 صفحة 231 هنا بيقول لك how to show respect كيف أظهر الاحترام للوظائف المختلفة. واحنا ليه بندرس هنا الوظائف؟ عشان وحدتنا اسمها what do you do وحدتنا الأخيرة اسمها ماذا تعمل فجايبين فيها بعض الوظائف وازاي نحترم الناس اللي شغالة في الوظائف دي. طيب ازاي احترم عامل النظافة؟ بيقول لك I respect انا بحترم the cleaner عامل النظافة. بعمل ايه يعني عشان احترمه؟ I don't throw litter ما القش قمامة. احترم عامل النظافة ان انت ما ترميش قمامة. طيب I respect the teacher انا بحترم المعلم. I listen to him carefully وبستمع ليه بحرص. I respect the bus driver انا بحترم سائق الاتوبيس. I say thank you انا بقول له شكرا لك. When I get off the bus لما اجي نازل من الاتوبيس بقول له شكرا لك. I respect the librarian انا بحترم امين المكتبة. I put my books بحط الكتب بتاعتي back on the shelf يعني برجعها تاني على الايه على الرف. في بيج 232 232 في اكتيفيتيز في انشطه وتدريبات choose the correct answer اختار الاجابه الصحيحه. A teacher المدرس can change students ممكن يغير حياه الطلاب يبقى students lives. هنا عندي تيس اسنان سينجس اشياء هير شعر لا هيغير حياه الطلاب students lives. We respect to the people around us احنا بنظهر الاحترام للناس اللي حولنا. طب هنا ديساجري لا يوافق شو يظهر او يبين توك يتكلم وي ورك يعمل. طب انا عايز اقول اظهر الاحترام اللي هي شو ريسبكت. A good teacher المدرس الجيد is always the eminent ready to ايه مستعد دايما لايه لسليب للنوم بلاي للعب للليرن التعلم لدرايف لقيادة السيارة. طبعا المدرس الجيد مستعد دايما ان هو يتعلم to learn. I don't throw litter انا لا القى القمامة because I respect زي عشان انا بحترم مين الدنتست طبيب الاسنان ولا الالكتريشن اللي هو الكهربائي ولا الجايد المرشد ولا الكلينر عامل النظافة. انا مش بلقى القمامة عشان بحترم the cleaner عامل النظافة. Number 2 read and complete اقرأ واكمل. عندنا هنا في فقرة فيها كلمات ناقصة علي ان انا اكملها من القائمة اللي فيها كلمات اللي في اعلى السؤال. طب ready يعني مستعد patient صبور encourage يشجع parents الوالدين teaching التدريس is one of the best jobs واحد من أفضل الوظائف in the world في العالم.
The teachers المدرسين need to ايه their students محتاجين ان هم يشجعوا طلابهم. يشجع يعني encourage. The teachers المدرسين need to be ايه محتاجين المدرسين يبقوا ايه؟ يبقوا صبورين patient. A good teacher المدرس الجيد is always دايما in to learn دايما جاهز للتعلم ready to learn مستعد للتعلم. Read and match اقرأ وصل. Teachers المدرسين need بيحتاجوا ايه؟ بيحتاجوا to think quickly ان هم يفكروا بسرعة. Number one هنوصلها بإيه؟ Teachers المدرسين encourage بيشجعوا their students طلابهم. To هنوصلها بإيه؟ I put books انا بضع الكتب on the shelf على الرف. 3 بC. Teachers المدرسين need to be محتاجين يكونوا very patient صبورين جدا. Number 4 هنوصلها بدي. الصفحة اللي قدامها 233 صفحة 233 سؤال ترتيب الكلمات. People show we to order respect يعني نظهر الاحترام للكبار. We show respect to oldest people. خليها older بقى. Older people. للناس الكبار مش الأكبر. We show respect. احنا بنظهر الاحترام to older people للكبار. Throw don't I litter. يعني انا لا ألقي القمامة. I don't throw litter. To do what you want to do. ماذا تريد أن تفعل؟ What do you want to do? Questions surprising students ask always يعني يطرح الطلاب دائما أسئلة مفاجئة. Students always دائما ask بيسألوا surprising questions أسئلة مفاجئة. Students always ask surprising questions. ضع علامات الترقيم للآتي. Do you want to be a teacher؟ هل تريد أن تصبح معلمة؟ طيب عندنا هنا دو أول حرف كابيتال ونكتب باقي الجملة مفيش فيها تغيير. طيب هل تريد أن تصبح معلمة؟ عايز تبقى مدرس؟ ده سؤال يبقى آخره إيه؟ question mark علامة استفهام. write an email اكتب رسالة بريد إلكتروني of 24 words من 24 كلمة عن the teacher's job وظيفة المعلم. hard يعني صعب و change يغير. عايزين ندخل الكلمتين دول في جمل اثناء الايميل. طيب اكتب الايميل ده مين لمين؟ to your friend عادل. اكتب ايميل لصاحبك عادل. your email address عنوان بريدك الالكتروني is مدحت at gmail.com يعني انت اسمك مدحت وادي البريد الالكتروني بتاعك. your friend's email address وعنوان صديقك الالكتروني is عادل at gmail.com. طبعا هو في الايميل مديني بعض الايه المعلومات الاساسيه اللي عايزني احطها. اول حاجه هنا تو يعني الى. انا بعت الايميل ده لمين؟ بعته اكتب البريد الالكتروني بتاع صاحبي لعادل @gmail.com. يبقى ده اول حاجه هكتبها في اول خانه هنا عادل @gmail.com. from من مين؟ مين اللي بعت الايميل؟ اكتب البريد الالكتروني بتاعي في الايه في الايميل هنا اللي هو ده تاني حاجه هكتبها تاني خانه هنا هكتب مدحت@gmail.com ده عنوان البريد الالكتروني في الايميل هنا. طب سبجكت الموضوع ايه؟ هو قال لك اكتب موضوع عن ايه؟ قال لك عن the teacher's job وظيفه المعلم. يبقى نكتب هنا the teacher's
job. وظيفة المعلم. ببدأ الإيميل بدير عزيزي، اسم اللي أنا بعت له إيه؟ اسمه عادل، يبقى دير عادل. اسم شخص بقى أكتب أول حرف كابيتال كده. في البريد الإلكتروني عادي بيبقى مش بيبقى كابيتال أول حرف، لكن في الأسماء بقى ما نيجي نكتب بقى صح، نكتب أول حرف من اسم الشخص كابيتال، أوكي؟ دير عادل، عزيز عادل، وفي هنا كومة، هقول له مقدمة بقى، كيف حالك؟ How are you؟ بعد كده تقول له بقى لما أكبر عايز أبقى أشتغل مدرس، When I grow up، لما أكبر I want to be a teacher، لما أكبر أنا عايز أشتغل مدرس. طب هتقول بقى إن وظيفة المدرس صعبة، The teacher's job is very hard. طبعا بس ايه بقى هتقول؟ لكنها هي المفضلة لدي، but it's my favorite. طب هنقول المدرس بيعمل في مدرسة، the teacher works at school. هنقول ان هو بيغير حياة طلابه، كلمة change دي بقى ندخلها في جملة. He can، هو بيستطيع change his بقى، عشان بتكلم عن مدرس واحد، his students lives، بيستطيع ان هو يغير حياة طلابه. I like this job. I like this job. احب هذه الوظيفة. بعد كده بمضي بقى في الاخر بقول ايه؟ see you soon، اراك قريبا. وبمضي yours، انا اسمي ايه في الايميل؟ انا اسمي مدحت، يبقى yours تحت yours دي، معلش المفروض على النقط دي بس عشان ما فيش مكان هكتبها هنا، مدحت. yours، yours دي يعني المخلص ليك، ماشي؟ yours دي يعني ايه؟ المخلص، اوكي؟ المخلص ليك، واسمي في الايميل مدحت. بعد كده عندنا تدريبات شامله على يونت 6، على الوحده السادسه، بيج 237، صفحه 237. اول حاجه عندنا الازهر اكسرسايزز، الاسئله الخاصه بالازهر الشريف. listen and choose the correct answer، يعني استمع واختار الاجابه الصحيحه. نسمع مع بعض نص الاستماع ثم نجيب عن الاسئله. The teacher's job is very hard. وظيفة المدرس صعبة جدا. A good teacher، المدرس الجيد، is always the eminent ready to learn، جاهز للتعلم. Everyone in the class، كل واحد في الفصل knows، بيعرف different things، أشياء مختلفة. طيب أول سؤال بيقول لك A good teacher، المدرس الجيد، is always the eminent ready to learn، جاهز دايما للإيه؟ للearn، للتعلم. Everyone in the إيه؟ كل واحد في إيه؟ فين؟ knows، بيعرف different things، أشياء مختلفة، كل واحد في الكلاس في الفصل. number 2 read and complete the dialogue، اقرأ وأكمل المحادثة. طبعا لما جينا المحادثة أنا لازم أقرأها الأول كلها وأترجمها كده واحدة واحدة، وبعدين أبدأ أخد من القائمة دي اللي فيها الكلمات وأحط في المكان المناسب، تمام؟ طيب parents يعني الوالدين، polite مؤدب، respect يحترم. وهنا بيقول لك احمد بيقول ايه؟ do you a people around you، هل انت بتحترم الناس حولك؟ يبقى do you respect. قال yes I should be، انا ينبغي علي ان انا اكون polite مؤدب. who teaches you to respect people، مين اللي علمك تحترم الناس؟ طبعا مين؟ my parents teach me، والدي علماني. parents يعني الوالدين. read and choose the correct answer، اقرأ واختار الإجابة الصحيحة. fishing، صيد السمك، is my favorite hobby، هو هوايتي المفضلة. I often go fishing، أنا غالبا بذهب لصيد السمك، without catching anything، من غير ما اصطاد أي شيء، أنا بروح هواية بس، اصطدت يعني ما اصطدتش عادي، ممكن أروح وما اصطدش، يبقى without catching anything، من غير ما اصطاد أي شيء. but I am not sad، بس مش ببقى زعلان يعني.
I get up أنا بستيقظ in the morning في الصباح and walk to the river وبمشي للنهر. I catch fish بصطاد سمك. Then بعد ذلك I go back home برجع البيت. I give the fish to my mother يعني بأعطي السمك لأمي. She is happy بتبقى سعيدة and cooks delicious fish for us وبتطبخ لنا ألذ السمك لينا. طب أول سؤال fishing is my favorite يعني الصيد السمك هو ايه المفضل عندي هوايتي المفضلة. طب هواية يعني هوبي. I give the fish to my أنا بدي السمك لمين لماي ماذر لمامتي. I often go without catching anything أنا غالبا بذهب fishing لصيد السمك من غير ما اصطاد أي شيء. I get up in the morning أنا بستيقظ في الصباح and walk to the sea وبمشي لغاية فين عشان اصطاد منه وبمشي لغاية الريفر النهر. My mother is happy مامتي سعيدة and cooks delicious وبتطبخ delicious ايه delicious fish for us بتطبخ لنا سمك لذيذ. قلبنا الصفحة 238 choose the right answer اختار الإجابة الصحيحة. Gas الغاز is a energy الغاز ده طاقة ايه متجددة ولا غير متجددة ولا ايه فاكرين الكلام ده ما كنا بنتكلم على الغاز والبترول وال والفحم وكده قلنا غير متجدد يعني لو خلص مش هي ايه خلاص يبقى مفيش تاني تمام. طب هنا بيقولك الغاز بقى ده سولار ده طاقة شمسية ولا رينيوبل متجدد ولا نان رينيوبل. طبعا الغاز نان رينيوبل غير متجدد لو خلص الغاز الطبيعي وزيت البترول والفحم والحاجات دي خلاص مش هنقدر نرجعها تاني انتهت. على عكس ايه الطاقة الشمسية وطاقة الرياح دي طاقات متجددة تمام. طيب نان رينيوبل يعني غير متجدد. Teachers المدرسين need to be المدرسين محتاجين يكونوا ايه lazy كسلانين bad سيئين ولا patient صبورين patient صبور. The guide المرشد works in the A industry. طيب المرشد السياحي ده بيعمل في صناعة ايه صناعة الفارمينج الزراعة او الفلاحة ولا الانرجي الطاقة ولا التوريزم السياحة المرشد السياحي بيشتغل في التوريزم industry في صناعة السياحة. We the sound of the engine احنا سمعنا صوت المحرك او الموتور يبقى we heard سمعنا. looks after all books مين اللي بيعتني بكل الكتب الفارمر الفلاح الجايد المرشد ولا librarian امين المكتبة. سؤال الترتيب works a school who in من الذي يعمل في المدرسة يبقى who works in a school من الذي يعمل في مدرسة. Grow food farmers زي يعني فلاحين بيزرعوا الطعام farmers grow the food. Respect I bus the driver أنا بحترم سائق الأوتوبيس I respect the bus driver. Sells fish a fisherman the market in صياد السمك بيبيع السمك في السوق. A fisherman sells fish in the market. A fisherman sells fish in the market. بعد كده بيقول لي write a paragraph اكتب فقرة إنشائية of four sentences من أربع جمل. عندنا في الأزهر الشريف بنكتب أربع جمل في الباراجراف عن a fisherman صياد سمك. هنقول مثلا احنا طبعا بنسيب مسافة نص كلمة في البداية لما نيجي نكتب الباراجراف وبنبدأ بحرف كابيتال وما بين كل جملة وجملة بنحط فول ستوب والحرف اللي بعد فول ستوب بحرف كابيتال. هتقول ايه مثلا أنا صياد سمك I am a fisherman أنا صياد سمك أنا بستيقظ مبكرا I woke up early أنا بستيقظ مبكرا خليها every day كل يوم every day تمام. أنا بعمل إيه بقى صياد السمك ده بيشتغل إيه يعني بيعمل إيه بيصطاد سمك I catch fish وكمان ببيع السمك في السوق I also أنا أيضا sell fish
فين؟ في الايه؟ في السوق. in the market. I also sell fish in the market. في بيج 239 صفحة 239 في الاختبار الشامل على يونت 6 على الوحدة الستة والأخيرة. Listen and write true or false، يعني استمع وضع صح أم خطأ. نسمع مع بعض نص الاستماع ثم نجيب عن الأسئلة. My grandfather is a farmer، جدي فلاح. He wakes up، هو بيستيقظ early، مبكرا every day كل يوم. He grows fruit، بيزرع فاكهة and vegetables وخضروات. He sends a lot of the fruit، بيرسل كثير من الفواكه to the factory، للمصنع to make orange juice، عشان يعملوا عصير برتقال. He keeps animals، بيربي حيوانات. And birds وطيور. He is kind، هو عطوف. My grandfather is a doctor، يعني جدي طبيب. لا، هو قال farmer، فلاح، يبقى أول واحدة false، خطأ. He wakes up early، هو بيستيقظ مبكرا every day، كل يوم. true، الكلام ده صحيح. My grandfather، جدي، grows rice and vegetables، بيزرع رز وخضروات. لا، احنا قلنا fruit and vegetables، فاكهة وخضروات، يبقى هنا ده false، خطأ. He sends a lot of the fruit، يعني هو بيبعت كثير من الفواكه to the factory، للمصنع. ايوه، الكلام ده true، عشان يعملوه orange juice، عصير برتقال. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. A fisherman، صياد السمك، works، بيعمل the sea، بيعمل ايه؟ في البحر، تمام كده، يبقى on the sea. The solar energy، الطاقة الشمسية، is a energy. Energy، الطاقة الشمسية قلنا طاقة متجددة، يبقى renewable energy. A fisherman، صياد السمك، a fish، صياد السمك بيصطاد سمك، يبقى catches fish. A teacher، المدرس، needs to a quickly، محتاج ان هو يفكر بسرعة، think quickly. Read and complete، اقرأ واكمل. هنكمل الفقرة باستخدام bus driver، يعني سائق اتوبيس. respect، يحترم. letter، قمامة. we world، العالم. there are many people، في ناس كتيرة around us، حولنا. we should show، ينبغي ان احنا نظهر لهم الاحترام. show respect، اول واحدة respect. to them، I respect the cleaner، انا بحترم عامل النظافة. I don't throw، لا ألقي الإيه بقى؟ لا ألقي الليتر، القمامة. I respect the A، أنا بحترم مين؟ I say thank you when I get off the bus، أنا بقول له شكرا لك لما أنزل من الأتوبيس، يبقى أنا بحترم إيه؟ سائق الأتوبيس، اللي هو bus driver، سائق الأتوبيس. read and match، اقرأ وصل. farmers، الفلاحين. grow the food، بيزرعوا الطعام. نمبر 1 بدي. نمبر 2، ذا باد بوي، الولد السيء. disobeyed his mom، لم يطع مامته، يبقى عندي نمبر 2 بA. ذا بوي از disappointed، الولد محبط. he didn't pass the test، عشان ما نجحش في الاختبار، يبقى نمبر 3 بC. هو works، من الذي يعمل؟ on the sea، في البحر، يبقى نمبر 4 هنوصلها بB. قلبنا صفحة 240، صفحة 240. read the text، اقرأ النص أو اقرأ القطعة. and answer the questions، وأجب على الأسئلة. I am محمد، أنا اسمي محمد. I am a plumber، أنا سباك. I love my job، بحب وظيفتي. My job is very important، وظيفتي مهمة جدا. for everyone، للجميع. I fix the pipes، أنا بصلح المواسير. so you can have water، عشان كده أنت تستطيع الحصول على الماء. We need water، احنا محتاجين الماء. to have a shower، عشان ناخد دوش. and brush our teeth، ونغسل اسناننا. water is very important to our life، الماء مهم جدا لحياتنا. طب اول سؤال، محمد اذا ايه؟ محمد شغال ايه؟ شغال بلامر، سباك. محمد's job is very، وظيفة محمد مالها؟ very ايه؟ very important، مهمة جدا. who fixes the pipes، مين اللي بيصلح المواسير؟ طبعا زمين the plumber، السباك. why do we need water، ليه احنا محتاجين مية؟ طبعا ادي قالك في هو، طبعا بلامر اهو، ادي كلمة بلامر اللي هي السؤال رقم 3، اجابة السؤال رقم 3. ممكن تقول ابلامر او the plumber، صح، السباك. بعد كده بقولك ليه احنا محتاجين المية اهو،
We need water. إحنا محتاجين مية to have a shower عشان ناخد دوش and brush our teeth ونغسل أسناننا. دي إجابة number 4 وننقلها هنا في الفراغ. سؤال الترتيب. You to be do a teacher want. هل تريد أن تصبح معلما؟ عايز تبقى مدرس؟ Do you want to be a teacher? Respect the teacher. يعني أنا بحترم المدرس. I respect the teacher. أمان أبان there is in. يعني يوجد رجل في الشاحنة. يبقى there is a man in a van. يوجد رجل في شاحنة. Punctuate the following. ده علامات الترقيم الآتي. Why do you want to be a doctor? ليه أنت عايز تبقى طبيب؟ هنعمل علامات ترقيم. Why أول حرف كابيتال. نكمل بقية الجملة مفيش فيها تغيير. وفي الآخر ده سؤالي نحط آخره إيه؟ question mark علامة استفهام. بعد كده بيقول لنا اكتب باراجراف عن the librarian أمين المكتبة. respect يحترم وشلف يعني رف. أقول إيه عن أمين المكتبة؟ أقول أول حاجة بس المسافة أقول أنا بروح المكتبة المدرسية مثلا. I go to the school library every day. أنا بذهب للمكتبة المدرسية كل يوم. حطه فول ستوب بين كل جملة بتنتهي حطه فول ستوب. بعدها هبدأ بحرف كابيتال. I أنا read بقرأ بوكس كتب زير هناك في المكتبة. يعني أقول أمين المكتبة بيساعدني. The librarian helps me. أمين المكتبة بيساعدني. أنا بحترم أمين المكتبة. I respect the librarian. بعمل إيه بقى عشان أحترم أمين المكتبة؟ أحط الكتب في مكان هعرف. I put my books. بحط كتبي اللي أنا كنت مستعيرها أو بقرأها. Back برجعها. Put back يعني رجعها. On the shelf على الرف. رجع الكتب على الرف. في page 246 صفحة 246 عندنا تدريب مراجعة على units 4, 5 and 6 على الوحدات 4 و 5 و 6. Listen and write true or false. استمع واكتب صح أم خطأ. سؤال استماع. My friend عمر صديق عمر is an electrician يعني كهربائي. He studies electricity at school. درس كهرباء في المدرسة. He connects homes. يوصل بيوت to electricity بالكهرباء. عمر fixes lights. بيصلح الأضواء. He uses a screwdriver. هو معاه مفك to fix electricity عشان يصلح الكهرباء. عمر loves his job. عمر بيحب وظيفته very much جدا. عمر is happy. عمر سعيد when he fixes an electricity problem. يعني بيبقى سعيد لما بيصلح مشكلة في الكهرباء. طب أول سؤال. عمر is a farmer. عمر فلاح. لا false طبعا ده electrician يعني كهربائي. عمر uses a screwdriver. بيستخدم مفك. أو true صح. عمر studied electricity. هو درس كهرباء. أيوة true. ما ينفعش حد يشتغل في الكهرباء إلا لما يكون درسها. عمر loves his job. يعني عمر بيحب الوظيفة بتاعته. أو true صحيح. Choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. Supermarkets. السوبر ماركات. Food to customers. السوبر ماركات بتعمل إيه في الطعام للزباين أو للعملاء؟ بتبيع لهم الطعام. ويبيع يعني السل. Never eat anything electric with wet hands. لا تلمس أبدا أشياء كهربائية بأيدي مبتلة. ما تلمس أي حاجة كهرباء وانت إيدك فيها مية. يبقى هنقول never eat, never touch. لا تلمس أبدا. Are the plumbers tools من يعني عايز أقول هؤلاء هم أدوات السباك. طيب that يعني ذلك للمفرد البعيد.
زوس هؤلاء للجمع البعيد. زيس يعني هذا للمفرد القريب. زين يعني حينئذ أو بعد ذلك. طيب أنا عايز أقول هما جمع، أدوات السباق جمع، يبقى ما فيش الجمع هنا إلا زوس هؤلاء للجمع البعيد. زي ميكانيك، الميكانيكي إيه؟ كورز، الميكانيكي بيصلح السيارات، يبقى فيكسز كورز. read and complete، اقرأ وأكمل. هنكمل الفقرة باستخدام front أمام، flowers زهور، next بجوار، we between يعني بين اتنين. I live in a big house، أنا عايش في بيت كبير. it's a to my school، يعني ده بجوار مدرستي. next to، البيت الكبير جنب مدرستي. There is a park، في حديقة عامة. in a of the school، في حديقة عامة أمام المدرسة. in front of، طبعا دي حروف الجر الخاصة بالمكان. في حديقة عامة قدام المدرسة. There are lots of a، في كثير من الـ a and the trees، والأشجار. in the park، في الحديقة العامة. في كثير من الـ flowers، الزهور. and the trees، والأشجار. in the park، في الحديقة العامة. read and match، اقرأ وصل. the garbage collector، جامع القمامة أو عامل النظافة يعني. collect trash، بيجمع القمامة. number one هنوصلها بدي. number two my mom and dad، بابايا ومامتي. work in an office، بيعمل في مكتب. number two بيبي. number three the mechanics، الميكانيكيين بيصلحوا ايه؟ fix ايه؟ الميكانيكي بيصلح ايه؟ بيصلح cars، السيارات. يبقى number three بي C. number four the plumber، السباك. fixes pipes، بيصلح المواسير. number four هنوصلها ب A. آخر بيج معانا 247، 247. read the text، اقرأ القطع. and answer the questions، وأجب على الأسئلة. أحمد is a farmer، أحمد فلاح. he wakes up early، بيستيقظ مبكرا. every day، كل يوم. he goes to his farm، بيذهب إلى مزرعته. on his tractor، على الجرار بتاعه. tractor يعني جرار. he grows oranges، بيزرع برتقال. all year، طول العام. he looks after the trees، بيعتني بالأشجار. and he gives them، وبيعطيهم water، الماء. and nutrients، والعناصر الغذائية. then بعد ذلك he picks the fruit، بيلتقط أو بيقطف الفاكهة. أحمد سندس، أحمد بيرسل a lot of the fruit، كثير من الفواكه. to the factory، المصنع. to make orange juice، عشان يصنعوا عصير البرتقال. أحمد is a good farmer، أحمد فلاح جيد. طب أول سؤال، the main idea، الفكرة الرئيسية of the passage، للقطع is about، عن مين؟ عن farmer، فلاح. أحمد سندس a lot of fruit، أحمد بيرسل كثير من الفاكهة. to the إيه؟ للمصنع، للفاكتوري. How does أحمد go to the to his farm؟ إزاي بيروح المزرعة بتاعته؟ أهو بص عندنا في القطعة. on his tractor، على جراره. طبعاً نكتبها هنا في الفراغ. number four what does أحمد grow؟ بيزرع إيه أحمد؟ طبعاً هم قالوا لنا إن هو بيزرع برتقال. أهي he grows oranges. دي number four، ونكتبها طبعاً في الإيه؟ في الفراغ هنا. سؤال الترتيب، the tourism، سمير. industry، in work، السمير بيعمل في صناعة السياحة. يبقى نقول سمير works in the tourism industry. save you how electricity do، يعني كيف توفر الكهرباء. how do you save electricity. mechanic is doing what the، يعني ماذا يعمل الميكانيكي، شغل يعني بيعمل ايه، الشغلانه بتاعته ايه يعني. يبقى what is the mechanic doing. طبعا بيصلح الايه، بيصلح السيارات والايه والحافلات او الاتوبيسات. what is the mechanic doing. علامات التقييم، how fast can electricity travel، يعني كم السرعه اللي بتسير بيها او بتسافر بيها الكهرباء. how طبعا اول حرف كابيتال،
وده سؤال هنحط اخره علامه استفهام. طبعا في الامتحان بكتب الجمله كامله واحط شرطه تحت اللي انا غيرته. بعد كده رايت ا باراجراف، اكتب فقره انشائيه عن ا تيتشر المدرس، ستودنتس الطلاب، وهل بس يساعد. هنكتب فقره عن المدرس، مثلا اقول بابايا مدرس، ماي فازر از ا تيتشر. بيعمل فين؟ هي وركس ات سكول، بيعمل في مدرسه. بيساعد، عايزه ستودنتس بقى ادخلها في جمله، اقول بيساعد طلابه وهيلب كمان معاها، دخلناهم في جمله واحده. هي هيلبس، هو بيساعد هيز ستودنتس الطلاب بتوعه. طبعا ده عمل شوق، اتس مهنه المدرس طبعا من الاعمال الشاقه، اتس هارد وورك، اتس هارد وورك. هي وركس، هو بيعمل ساعات طويله. فور many hours. all students كل الطلاب. like my father كل الطلاب بيحبوا ابي. انتهينا والحمد لله من حل وشرح جميع وحدات منهج الصف الرابع الابتدائي لغه انجليزيه ترم اول 2024. ان شاء الله فاضل لنا فيديوهات حل المحافظات، هنحل ان شاء الله تدريبات المراجعه قريبا باذن الله، انتظروني في حلهم. ويا ريت ما تنسوش مس نسرين بدعوه حلوه من قلوبكم الجميله ولكم بالمثل ان شاء الله، وانا هدعي لكم بالنجاح والتفوق. تمنياتي لكم بدوام التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.